طاووس بن كيسان من أكابر علماء التابعين، عالم جليل لم يكن قبل أن يدخل في العلم من ذوي القدر الكبير أو أهله من الناس المعروفين بين المجتمعات بالقيمة والمكانة والعلم وغير ذلك، وإنما يشاء الله تعالى أن يتوجه قلب هذا الإنسان طاووس إلى العلم، وهو من اليمن من أناس يدعون بالأبناء، والأبناء في اليمن هم أخلاط من العرب والفرس. جاء الفرس فاحتلوا اليمن قبل الإسلام، فمن ولد من تزاوج رجال فرس ونساء من اليمن يسمى من الأبناء، فكان طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى من هؤلاء. نشأ وشب وتعلم علوم الدين، وتوجهت همته لتعلم القرآن الكريم وحفظ الحديث الشريف، حتى أنه لقي أكثر من 50 صحابيا فتلقى عنهم العلم. ومما تلقاه عن الصحابة الكرام الذين رآهم وعاصاهم أن يكون الإنسان عزيزا بالله لا يستدل، وأن تكون عزته هذه في مكانها المستحق. فأما فقراء المسلمين ومستضعفوهم فهؤلاء ينبغي أن يعاملهم بأذلة على المؤمنين، وأما المستكبرون من الناس الذين يرون أنفسهم ويظنون أنهم خير من عباد الله فهؤلاء لا بد أن يشعروا بأن الله سبحانه وتعالى أعز أقواما أكثر منهم، فليس العز بالمال والجاه والسلطان كما يظن كثير من الناس سابقا ولاحقا. تعلم طاووس رحمه الله تعالى أن يكون عزيزا بالله عز وجل، وظهرت هذه الصفة فيه في أكثر من موضع. دخل يوما لما كان باليمن على محمد بن يوسف، قال: من هذا الرجل؟ هذا الرجل هو والي اليمن، وهو أخو الحجاج بن يوسف الثقفي. والحجاج هو من هو؟ معروف ببطشه وظلمه وأذاه للناس. أخوه هذا محمد بن يوسف مثله في البطش والأذى والظلم، وليس مثله في صفات كانت في الحجاج. قال: إيش هي؟ كان في الحجاج أشياء من خير، كان عالما بالقرآن، كان يتراجع في كثير من الأحيان إذا وجد أنه قد أخطأ، وإن كان هو رأسا في البطش والظلم، وليس كما يزعم بعض الناس أن حسناته فاقت سيئاته، يكفي أنه ظلم المسلمين وقتلهم وسجنهم. أخوه هذا الذي أتكلم عنه كان أظلم منه وأطغى وأبطش، ولم تكن فيه صفات كمثل صفات الحجاج من الخير. فدخل عليه يوما طاووس بن كيسان فجلس عنده فوعظه ونصحه، فأشار ذاك الرجل محمد بن يوسف إلى خادمه، قال: ضع على كتفي أبي عبد الرحمن طيلسانا. قال: إيش هذه؟ يعني عباءة فاخرة جدا. الطيلسان والعباءة الفاخرة الجميلة، أو الجبة التي يلبسها العلماء الآن مثلا طلاب العلم الشرعي. قال: ضع على كتفي أبي عبد الرحمن طيلسانا. الرجل هذا محمد بن يوسف لا يريد أن يخجل، وعرف أنه يقصده بالموعظة ويذكره بالله، فأراد يعني أن يبيع كلاما. ضع على كتفي أبي عبد الرحمن طيلسانا، قال لخادمه، فجاء الخادم فوضعها على كتفي طاووس. فاستمر طاووس ظنا منه أنه إذا قال له هذا الكلام سيغير لهجته، يعني أنا بكرمك بعظمك، أنت ما خفف أسلوب النصيحة بقى، تغير بقى، لا بقى تنصحني يعني حاجة، اكتفيت.
فإذا بطاووس يتابع بالكلام والنصيحة والموعظة بلهجة أكثر حدة، وجعل يعني رويدا رويدا ينزل هذا الطيلسان عن كتفيه حتى سقط عن كتفيه وأنهى كلامه فقام فانصرف. نزله لكن رويدا رويدا، ما ألقاه هكذا. نعم، ودائما يا أيها الأحبة هناك موعظة وهناك قوة وهناك عزة بالله وهناك حكمة أيضا، فالعالم الحقيقي يجمع هذه كلها. المهم، نزل هذا الطيلسان من عن كتفيه وأتم موعظته فقام فانصرف، فاستشاط محمد بن يوسف غيظة، ضيطة يعني وعظني كل هذه الموعظة أمام الجالسين وألبسته طيلسانا لعله يسكت، فألقاه ومضى. ماذا يفعل به؟ له رجل له مكانة، فأراد أن يحتال عليه حيلة عجيبة. دعا رجلا من الناس فقال هذه 700 دينار، والدينار الذهبي له قيمة كبيرة، 700 دينار ثروة، اذهب بها إلى طاووس بن كيسان فقل له أن يقبلها واحتل عليه حتى يقبلها، فإن قبلها منك أعطيتك ومكنتك وأكرمتك. فخرج الرجل يفكر في المكانة والعزة والقوة والمنصب الذي سيعطيه إياه الأمير، فدخل على طاووس وجلس عنده وجعل يتلطف له: هذه هدية من الأمير أرسلها إليك يا سيدي، إن قبلتها مني سيعطيني سيكرمني سيتحفني، ويتلطف بطاووس ويقرب له الكلام ويباعده لعله يقبل منه هذه السرة التي فيها الدنانير، فلم يقبلها طاووس، وألح عليه كثيرا فلم يقبلها. هذا الرجل طامع في المناصب والمكانة والمنح والعطايا، نظر ماذا يصنع، هو خارج من بيت طاووس وطاووس لم يقبلها منه، نظر فإذا كوة فألقاها فيها، كوة فتحة في الجدار ألقاها فيها، وعاد إلى الأمير فقال: أخذها مني طاووس. سر بذلك محمد بن يوسف، قال ليه؟ لشيء في نفسه. فلما كان بعد مدة يسيرة أرسل إلى طاووس برجلين، فدخلا عليه فسلما، فقالا: إن الأمير قد أخطأ بإرساله هذا المال إليك، وإنما كان يريد أن يرسله إلى غيرك، فرد إلينا المال. أرسل هذين الرجلين، وأرسل في إثرهما ذاك الرجل الذي زعم أنه أعطى المال لطاووس لأرسله، فدخلا عليه فقال له هذا الكلام، فقال: ما أخذت منه شيئا، أنا ما أخذت أصلا حتى أرده. قال له وبلغ الأميرة، ذاك الرجل بلغ الأميرة أنه أخذ منك، وإذا بذاك الرجل يدخل، فلمحه طاووس فقال: أنا أخذت منك شيئا، أنا استلمت منك مصاري. فحار الرجل وتورد وجهه خجلا وحياء، كيف يكذب الشيخ فيقول: نعم أخذتها وهو لم يأخذها. فأطرأ قال: أجبني، أنا أخذتها منك؟ قال: لا يا سيدي لم تأخذها، لكني لما خرجت وجدت قوة في دارك فوضعتها فيها. فقال للرجلين: هذا صاحبكما. فقاما إلى القوة فإذا السرة قد نسجت عليها العنكبوت، بحالة موفك ولو شيف أصلا، فأخذاها ورجعا إلى محمد بن يوسف. ماذا كان يبتغي هذا الرجل؟ كان يبتغي أنه إذا قبلها سيرسل إليه فيقول: أنت تتظاهر على الناس بأنك رجل صالح ناصح ولا تأبه ويعني لا تخاف من أحد وهكذا، وتأخذ مني العطايا، أنت كذاب أشر، أنت مدع، أنت طالب شهرة ولست طالب حق. هذا ما كان يريده، خذوا به إلى السجن أو اقتلوه أو. فلما رجعوا فبلغوه هذه القضية زاد حنقه وشره، لكن ماذا يفعل؟ ويشاء الله أن ينتقم
لطاووس من هذا الإنسان الخبيث. مرت الأيام وخرج طاووس حاجا إلى مكة ثم أقام فيها، ويجيء الحجاج بن يوسف إلى مكة للحج، فيرسل إلى طاووس أن يأتيه، ويكون طاووس قريبا منه فيدخل عليه، فيسأله الحجاج عن بعض أحكام مناسك الحج فيفتيه فيها. وبينما هو يفتيه إذا بهم يسمعون صوت رجل من الحجيج يلبي ويرفع صوته بالتلبية كأنه في قتال، لبيك اللهم. فينظر الحجاج من طرف المكان الذي يجلس فيه فيقول علي بالرجل، جيبوا لي. فيأتون بالرجل مكبلا فيدخلونه عليه، فيقول من الرجل؟ من أنت؟ فيقول رجل من المسلمين. فيقول ليس عن هذا أسألك، ممن أنت؟ فيقول من اليمن. فيقول من أي قبيلة؟ فيقول له إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال ليس عن هذا أسألك، ممن أنت؟ فيقول من الأبناء، يعني من نفس الانتساب الذي ينتسب إليه طاووس. فيسأله الحجاج كيف تركت محمد بن يوسف في اليمن، يعني عم بسأله عن أخوه. فيقول تركته بضا جميلا جميلا سليما. فيقول ليس عن هذا أسألك. فيقول تركته غنيا ولاجا خراجا، بدخل بيطلع. قال ليس عن هذا أسألك. كيف سيرته فيكم؟ قال تركته غشوما ظلوما بطاشا لا يأبه بإقامة الظلم وترك العدل. قال وتدري من هو؟ قال نعم، هو أخوك. قال أتدري من هو؟ قال نعم، هو أخوك. قال أفلا تعرف ماذا سأصنع بك؟ قال أفلا تعرف أن الله ربي يمنعني منك؟ فبهت الحجاج. رجل من عامة الناس يتكلم معه بهذا الكلام وهو من هو وأخوه من هو؟ بهت الحجاج، فقال أخرجوه عني، طلعوا 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 من هنا. وأمر بعزل أخيه. فكأن هذه الحادثة العجيبة التي كان طاووس في مجلس الحجاج يراها كانت انتصارا من الله سبحانه وتعالى لطاووس ودفاعا عنه. ومرت الأيام وتوالى الخلفاء، وجاء يوما هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي إلى الحج، فأرسل جماعة من أصحابه أن أدخلوا علي رجلا من أهل العلم من المسلمين، فرأوا طاووسا فتلطفوا به أن يدخلوه على هشام. نظر طاووس في نفسه فقال أدخل عليه وأعره وأنصحه، وجاء فدخل. فلما كان عند مدخل الباب خلع نعله بحاشية البساط ودخل. قال شيء طبيعي يعني؟ لا لا، ليس طبيعيا، كانوا يدخلون بنعالهم في ذلك الوقت. هو خلع نعله في حاشية بساطه ودخل. فلما دخل قال السلام عليك يا هشام، ثم جلس دون أن يقول له استريح هنا أو اجلس هنا. فاستشرط هشام بن عبد الملك غيظا وقال يا أبا عبد الرحمن، وهذه كنية طاووس، وكان طاووس حينها قد تقدم في السن، يا أبا عبد الرحمن خلعت نعلك بحاشية بساطي وسلمت علي باسمي ولم تكني، ثم بعد ذلك جلست قبل أن آذن لك، فلما صنعت ذلك؟ ليش تسوي؟ فقال له أما أني خلعت نعلي بحاشية بساطك
فأنا أخلع علي كل يوم حينما أدخل إلى بيت ربي فلا يعنفني ولا يغضب علي. وأما أنني سميتك ولم أكنك ولم أسلم عليك بإمرة المؤمنين، أكنك يعني أقول أبو فلان أو أمير المؤمنين، وأما أني سميتك باسمك ولم أكنك ولم أسلم عليك بإمرة المؤمنين، فإن بعض المؤمنين لم يرضى بإمرتك، فحتى لا أكون كاذبا لم أسلم عليك بإمرة المؤمنين. هناك أناس رضوا بإمرتك وأناس لم يرضوا بإمرتك بأن تكون أميرا. وأما أني سميتك باسمك ولم أكنك، فإن الله تعالى في القرآن نادى أنبياءه وخاطبهم بأسمائهم، فقال يا يحيى يا موسى، وكنا أعداءه فقال تبت يدا أبي لهب، أبو لهب اسمه عبد العزة، قال تبت يدا أبي لهب، فالله تعالى نادى أصفياءه وأحبابه بأسمائهم وكنا أعداءه. وأما أني جلست قبل أن تأذن لي فإني أدخل كل يوم إلى بيت ربي فأصلي فلا وأجلس فلا أطلب إذنا من أحد ولا يغضب علي ربي إذا جلست في بيته. فاحتار هشام ماذا يقول، ثم قال له عذني يا أبا عبد الرحمن انصحني. فقال يا أمير المؤمنين، الآن لما تواضع هشام بن عبد الملك قال له يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، إنه قد بلغني أن صخرة تلقى في جهنم لا تبلغ قعرها إلا بعد 70 سنة. فقال لمن هذه يا أبا عبد الرحمن؟ قال هذه لمن ولاه الله تعالى أمور المسلمين فظلمهم ولم يعدل فيهم. فتأثر هشام بن عبد الملك فجعل يبكي، فسلم عليه طاووس ثم خرج من عنده. سبحان الله، تأثر الخليفة، يعني هذه معدة لأمثالك إذا عصيت الله وظلمت المسلمين، معدة لمن ولاه الله أمور المؤمنين فلم يعدل فيه. تأثر هشام بن عبد الملك كثيرا فبكى حتى خرج من عنده طاووس رحمه الله تعالى. عاش طاووس إلى ما بعد 100 من الهجرة، وكان قد عمر عمرا مديدا، ويشاء الله تعالى أن يأتيه أجله فيزدحم عليه الناس ليصلوا عليه ويحضروا غسله وتكفينه ودفنه، ويشاء الله أن يكون هشام أيضا في تلك السنة حاجة فيصلي عليه، ويحمل بعد أن يصلى عليه من بعد صلاة الظهر فلا يصل إلى قبره إلا ما بعد صلاة العصر من كثرة الناس الذين اجتمعوا لحضور جنازته. سبحان الله العظيم. لما هكذا؟ لأن الناس يعرفون قدر من يخشى الله ولا يخشى البشر. أعز أمر الله يعزك الله، اللهم أعزنا بطاعتك ولا تهيننا بمعصيتك.